ما حكم أكل طعام تارك الصلاة وهي ذبيحته، لكن الذي ذبحها الجزار المسلم؟ إذا كان ذبحها مسلم الذبيحة حلال، وطعامه الذي يقدمه حلال إذا لم يكن من كسب محرم. إذا كان الطعام ليس من كسب محرم والذبيحة ذبحها مسلم فلا بأس بأكل ذلك، مع الإنكار عليه ونصيحته عن تهاون بالصلاة. نعم.